الناس خبث لا يتورعون، ما تورع عن الكفر، يتورعون عن هتك الأعراض، يتورعون عن هتك الأعراض. كم من نساء حملنا منهم سفاحا هتك الأعراض. في ناس بتضر كده، في ناس بتأذي كده، في أي يا مسلمين هتك الأعراض. تذكر طوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلقا الأحشاء حيرانا. والنار تنزل. أتتني رسالة من إحدى النساء تقول لقد ذهب بي إلى معالج، فلما وصلنا إليه طلب من أمي أن تخرج، فلما خرجت تقول خلا بي ثم أجل، قال لي لا بد من كشف بعض الأعضاء حتى نرى العلة ونرى المرض. تقول أنا من جهلي ظننت وثقة فيه، ظننت أن ذلك من لوازم العلاج. تقول فأظهرت بعض عورتي بعض جسمي، فأخذ يريد نزع الثياب عني ويريد أن يقع فيني، ثم هددني بالجن والشياطين وصرخت بأمي وخرجت. نعم هذا هو نجس خبث لا يتورعون، ما تورع عن الكفر، يتورعون عن هتك الأعراض. ما تورع ولم يرجون إلا وقارا، يرجون المؤمنات وقارا. ليه الناس كده؟ ليه الناس كده؟ كل شيء يصير الإنسان بالدنيا امتحان اختبارا للعدالة. نحن الدول العربية قبض على معالج، هذا المعالج متخصص بعلاج الحكم، يعالج الحكم عند النساء، الرجال لا، فقط يعالج الحكم عند النساء. وسارعوا. وإذا أتت إلى المريضة تشكو من حكمها يقول لا بد تأتي بتقرير حتى يقف على حالها، يعلم أن العلة ليست منها، ثم ماذا بعد ذلك؟ يطلب منها بموعد أن تأتي في يوم محدد لوحدها، فتأتي فماذا يفعل لعنه الله؟ يقوم بإعطائها مادة مخدر على أنها علاج أو رقية، فإذا ذهبت إذا أخذت في غيبوبة دخلت في غيبوبة قام بفعل الفاحشة بها. كم من نساء حملنا منه سفاحا، كم من نساء حملنا منه سفاحا. في ناس بتضر كده، في ناس بتأذي كده. وسارعوا يا مظاليم الليالي، يا مظاليم الزمان، يا مظاليم. وسارعوا يا مظاليم، يا مظاليم، مظاليم الليالي، يا مظاليم الزمان، يا مظاليم. وسارعوا يا مظاليم، يا الله، يا مظاليم الليالي، يا مظاليم الزمان، يا مظاليم الزمان. في اي عباد الله في اي مسلمين تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصا والنار تلهب من غيظ ومن غضب والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصا ورب العرش غضبان تلهب من غيظ ومن غضب على العصا ورب العرش